حياكم الله. راح نبتدي إن شاء الله جولتنا في متحف البحرين الوطني، تفضلوا في الجولة. طبعاً متحف البحرين الوطني يتميز بكونه أحد أعرق وأفضل المتاحف على الشرق الأوسط، في تاريخ عريق وفيه يعني إرث تاريخي شعبي متميز عن باقي المتاحف، ولكن بعض الأشخاص لا يلقون بال لهذا التاريخ والإرث. تعد هذه التحف من أشهر القطع المميزة في البحرين، عمرها ما انوجدت في العالم الغربي ولكن انوجدت في البحرين. على سبيل المثال عندنا اللوحات الفنية خطت ورسمت على أيادي فنانين بحرينيين، وأيضا عندنا هذه القطع الحجرية عمرها ما كانت موجودة، فلكم أن تتخيلون عظمة التاريخ البحريني والإرث التاريخي. نروح للجهة المقابلة. بما أن أنهينا الجولة الأولى من المتحف، عندكم أي استفسار أو أي سؤال؟ متى نخلص؟ بناخذ بريك 10 دقائق، شو رأيكم؟ نروح نشرب شيء بارد؟ إيه أرجوك. هي عتيقة الحين. والله عليكم قولوا لي شو استفدتوا من هالمتحف ذي؟ من جايبنا هني اليوم؟ غيرك انت وبلاشتنا. انا تمللت ابي امشي وتاخر الوقت. تونا وسجلنا. انا واحد عن نفسي بمشي وانتوا خالكم. لحظة 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 وين بتروح؟ مع السلامة. يا روحوا خلون تدرين شلون؟ قومي قومي خلنا نمشي قومي. لحظة يا جماعة لا تمشون، خلكم وياي، حياكم. يا وين راح ذي؟ ما اعرف والله بسرعه مشى. بسم الله ساحر. مش مشي خلينا نشوف هذي. لا تلمس. من انت؟ انا ابن الهيثم المؤسس الاول لعلم المنظار. ليش احنا في اي عصر الحين؟ القرن الرابع عشر، عصر التقدم والازدهار. ليش انت شايف في هالعصر؟ عصرنا احلى. شو العجيب فيه يعني الحين؟ هذه الفكرة الخاطئة التي يتبناها معظم شباب هذا العصر، شباب عصركم. الحضارة الإسلامية يا صديقي فيها تطور العلماء وزادت فيها الاكتشافات، فكل علومكم الحالية مبنية على علوم سابقة. مثل شنو؟ كل ما تتصورونه. صنع في الصين. كنت أعلم أن هذه العلوم سوف تنجح. شنو تقصد؟ يعني أنت اللي صانع الكاميرا؟ كلا، ولكنني كنت سبباً في وضع العلوم الأساسية لفكرة الكاميرا. أنا من وضعت أسس الكاميرا. انظروا حولكم، انظروا للأجهزة التي حولكم
وسوف تكتشفون أن كل هذه الأجهزة تعتمد على هذه العلوم. مثل شنو؟ مثل الكاميرا والسينما، كل هذه الأجهزة تعتمد على نفس المبدأ. وليس هذا فقط، هناك الكثير من المعلومات. اتبعوني. إنها مريم الأسطرلابية، إحدى علماء العصر الإسلامي. الأسطرلابية يعمل تماماً كالذي تسمونها الآن بالجي بي إس، تعين الناس والمستكشفين في سفرهم من حول العالم للوصول إلى وجهتهم، وغيرها الآلاف من الاختراعات في كل مجالات الحياة، والتي انتقل أثرها عبر السنين ليصل لأوروبا في القرون الوسطى وصولاً لليوم. قليلون من يعرف أن أول وأقدم جامعة في الوطن العربي هي في المغرب. بس مو بالمفروض أول جامعة هي جامعة إيطالية؟ لا يا عزيزي، تلك قد أسست عام 1088، أما جامعة القرويين في المغرب فقد أسست عام 859، أي بفارق قرنين من الزمن. مؤسسة أول جامعة على الإطلاق إنها فاطمة الفهرية الملقبة بأم البنين، وهبت كل وقتها وميراثها من أبيها مع أختها مريم الفهرية لبناء مسجد ليتحول بعدها لأول وأكبر جامعة، جامعة القرويين، أنجبت منارات المعرفة الإنسانية كابن خلدون وابن رشد وغيرهم الكثير. وعلى ذكر الوقت، يجب أن تذهبوا الآن، وتذكروا لا تنسوا نشر العلم في كل مكان، لا تنسوا أن تنشروا العلم في كل مكان، لا تنسوا. انتوا وين رحتوا؟ خلص نهاية الجولة، بإمكانكم تفضلون. شكراً. ايش دخل؟ ليش قلت شكراً؟ ليش صدق؟ طيب حواجبي عورتني. أنا ابن الهيثم. شنو الجملة؟ طور الاسم. شنو؟ طور العلماء والاكتشافات. لا تردوا تصنعوا الوناسة. مفروض تروحون له؟ بس انت روح هني واحنا بنروح هني. وين تبون؟ ارجع اول. اوكي اوكي تفضل. اوكي شيء اسوي بدون يلا لا اسوي لا انا بدي اخلي انا مشي. ايوه